قصر هرقل يقع على بعد 7 كيلومتر من مدينة الرقة. أنشأ هارون الرشيد تمجيدا لذكرى انتصارها الكبير على الروم. قصر هرقل مربع الشكل، أبعاده 100×100. يعد قصرا فريدا أثريا تذكاريا، له 4 أبراج ضخمة دائرية الشكل، ينفرد عن غيره من المواقع الأثرية الأخرى بأنها الوحيدة الذي ما زال يعمل اسمها الأساسية القديم. بنيتها الأثرية فوق تربة زراعية محصنة، بناؤها من الحجر الحواري والحجر الكلسي المحصن.